بدأت مصممة العبايات ثريا الغيثية مشروعها عندما كانت طالبة في السنة الثانية من دراستها الجامعية عن طريق بوتيك صغير في دولة الإمارات العربية المتحدة لتتوسع لاحقا وتفتتح فرعين لها في مسقط. تتميز تصاميم ثريا بالتنوع والجمال من حيث القصات والألوان المشرقة، فهي تستوحي أفكارها من الطبيعة والزهور ومن التراث العماني، كما أنها تميل في معظم التصاميم إلى البساطة والأناقة والرقي بعيدا عن التكلف والشغل الثقيل بما ينسجم مع روح المرأة العصرية، مؤكدة أن شابات اليوم يبحثن عن العبايات الناعمة العملية التي تناسب العمل والإطلالة اليومية بعيدا عن التكلف، وهو ما تحاول أن تقدمه بشكل مستمر من خلال تصاميمها.